الود يا ابو كريم ما تكلمت عنه قبل شوي، ان اعظم صفه من صفات الود اللي هو الوفاء. نعم الوفاء، واعظم صفه من صفات الوفاء الوفاء للراحلين. نعم. الاشخاص اللي رحلوا عن حياتنا. احنا اليوم ابو كريم عندنا مع جمعيه رفاق في حائل، وعندهم وقف ايتام حائل، اطلقوا حمله الليله اسمها وفاء لاحبابك. نعم. سواء احياء او اموات، والاموات بحاجه الى وفائنا لهم، وكثير من الاشخاص اللي لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى علينا في تربيتنا واطعامنا وسقونا وربونا، ورحلوا عن الدنيا وتمنوا اليوم انهم يصومون معنا هذا الشهر، لكن رحلوا بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. يجب علينا اليوم وفاء ان نعطي من اموالنا لاجل احبابنا فعلا، لاجل ان نتصف بالوفاء وناخذ الاجر وينعمون في قبورهم، وتكون هذه الصدقات باذن الله شافعه لهم يوم القيامه. الباركود هذا طالع على الشاشه باسهل طريقه، ممكن الشخص يقوم على الشاشه ويتبرع في حمله وفاء لاحبابك. رسالتك ابو كريم في هذه الحمله وفي هذا العمل والوقف. ما شاء الله عليك يا ابو حمود. الرسول صلى الله عليه وسلم تسلم والله كان عند عائشه رضي الله عنها، فاتته عجوز كبيره، فسال النبي صلى الله عليه وسلم: من انت؟ قال: جثامه المزنية. قال: بل أنت حسانة. حسانة المزنية. وسألها: كيف حالك؟ ما كيفكم بعدنا؟ وتودد لها بالكلام من المودة. فلما انصرفت قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني ليش تودت لي هذه العجوز عندها من فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا على زمن خديجة. الله أكبر. شو من حسن الوفاء، حسن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظه على هذا الود بينه وبين خديجة رضي الله عنها، إن في عجوز كانت صاحبة لخديجة فتودد لها النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة ثانية: عبد الله بن عمر كان يمشي في أحد إما سفراته أو في الطريق، فقابل عربيا. تعرفون الأعراب أغلب الناس يتحاشونهم في ذلك الزمان، فيهم غلظة وجفوة. فنزل عبد الله بن عمر عن حماره وركبه الحمار، واخذ عمامته هذه اللي موجوده عنده، يعني ما كل الناس معهم فلوس بجيوبهم قبل، فوضع عمامته على راس الرجل وتودد اليه وهش وبش، ويعني كان يعني دمث خلق معه جدا. فساله احد اصحابه قال: ليش فعل ذلك؟ قال: ان ابا هذا كان صاحبا او اهل ود لعمر. الله يعني ابوه صديق لابوي. ولذلك جاء الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم اللي قبل شوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن حسن العهد من الإيمان. يا عائشة، إن حسن العهد من الإيمان. وفي الحديث الآخر: إن أبر البر، في صحيح مسلم، إن أبر البر صلة الولد ود أهل أبيه. صلة الولد ود أهل أبيه، يعني مثلا أبوك حي تقدر تقوم بالبر مباشرة، طيب أبوي مات، فيه مجالات للبر، لكن من الوفاء لهذا الأب ومن الود أنك تواصل الناس وتحسن إليهم بالمال وبالصدقة وبحسن الخلق. مع فلانة، فلانة صديقة لأمي وفلان صديق لأبوي، تروح للبيت ما يحتاج يجيك، تروح البيت وتودك كأن أبوك موجود. لعلنا يا أبو كريم نكون إحنا وياكم إن شاء الله من أهل الوفاء. واليوم إحنا عندنا سهم في هذا الوقف لوالدك، الله يرحمه ويتجاوز عنه ويجعله في موازين حسناته، واقل ما نقدم له. الله، والله يغفر التقصير. نشوف الشاشه ابو كريم، هذا الاهداء طالع معنا على الشاشه. جزاكم الله خير. يقولون: ان الوقف من اوسع ابواب الخير واكثرها نفعا، ولاننا نحبك واعترافا بجميلك واحسانك نهديك سهما في وقف ايتام حائل التابع جمعيه رفاق، صدقه نحتسب على الله ان تستظل بظلها يوم القيامه، الى الوالد الغالي كريم الشمري رحمه الله من شبكه المجد ومن اخوانك في برنامج. الله يجزاكم خير. والله ما مستغربه، انا خالتي قبل سنه توفيت وجاني اهداء من قناه المجد لوقف اخر، وقف اظنه في المدينه، فما مستغربه عن طاقم المجد وهذا القناه المباركه وعنكم المبادرات الجميله هذه اللي تشعر يعني الانسان بالسعاده والغبطه انه اخوان في الله مثلكم. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.